بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أبناء الطلاب في درس جديد من الوحدة الثانية، الدرس العاشر، رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. صفة الرحمة والشفقة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شملت رحمته كل من تعامل معه. وممن شملتهم رحمته صلى الله عليه وسلم الحيوان، فقد كان رفيقا رحيما بالحيوانات. أتعرف رحمته صلى الله عليه وسلم بالبهائم. أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، أي يقضي حاجته. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فرأينا حمرة معها فرخان. حمرة أي رأوا طائر معه فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني تفرش ريشها، تريد أن تسترد فرخيها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل، أي مكان تتجمع فيه النمل، قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار. وأن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر معه، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، أوحى إليه الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى رجل من الأنصار، فإذا جمل هذا الرجل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل نفسه حن وظرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفره. الظفر هي العظمة التي تأتي خلف الإذن. فسكت الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. الجمل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه لا يعطيه الطعام وتؤدبه، أي أنه يتعبه، يعني يحمله ما لا يطيق، أو أنه يتعبه بكثرة الاستعمال. نشاط: أقرأ النصوص الآتية واستنبط منها صور الرفق بالحيوان. عن الشريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. صور الرفق: النهي عن قتل الحيوان عبثا. عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، نصبوا دجاجة أي وضعوا لهم دجاجة ويرمون عليها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. صور الرفق: النهي عن تعذيب الحيوان، النهي عن تعذيب الحيوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. كيف يكون التحريش بين البهائم؟ اللي هي المقصود فيها أن تضع مثال اثنان من حيوانات في مكان واحد وتجعلهم يعني يتقاتلون
هذا هو التحريش. نتعلم لنعمل أتجنب الجلوس على بيوت النمل في البرية. أبين لأخوتي وأصحابي ضرورة الرفق والحيوان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.